قفلوا اما عليها. بقى من الناحيه الفنيه فكانت بتشتغل مسرحيه اجاممنون هتقولي لي اخراج ازاي؟ الاستاذ كرم مطوع في مسرح الجيب. فمره عديت عليها وقعدت معاها في كمل. اوضتها فلقيت شكلها حزين جدا، فقلت لها مالك؟ قالت لي لا ولا حاجه. كملت الفصل الاول والفصل الثاني وهي مش سميحه ايوب اللي اعرفها، مفيش الابتسامه مفيش الضحكه. فبعد ما خلصت خالص قلت لها في ايه مالك؟ اتضح ان هي سابت ابوها متوفي في البيت بعد الظهر وجت تعرض السواريه وبكت بعد الستاره ما اتقفلت. فقلت لها ازاي تسيبي ابوكي ميت؟ قالت لي المسرح الناس ما تسيبوش الا بالموت، موت الممثل، فالجمهور ملوش دعوة اللي جه ان ابويا مات او ما ماتش. ده قمة الالتزام اللي علمني وانا علمته للتلامذة اللي انا بدرس لهم. واعتقد ان مفيش دلوقتي الالتزام بهذا الشكل الجاد المحب للفن. دي سميحة ايوب الفنانة. اما سميحة ايوب ست البيت فانا شفتها هي اللي بتدور الغسالة وهي اللي بتعمل عجينة الطعمية وهي اللي بتعمل الفول وهي اللي بتطبخ، وكنت بشوفها بتجري زي ما تكون واحدة بتشتغل في بيت من المطبخ للحمام. صورة تؤكد ان الفنان الانسان رب اسرة برضه وسيدة منزل، وده شيء مهم جدا لأي زوج وأي أولاد. عايزة أسألها هي إدت ناس كتير جدا وفاء وإخلاص ودفعات وفرص، فهل الناس دي مخلصة ووفية ليها زي ما هي ومخلصة ووفية كده؟ ساعة صفا الغريب انها قالت الحكايه قالت الحكايه كان عشان تعرفوا ان انا بقول الحقيقه وما كنتش يعني فاكره ان هي عارفه الواقعه دي، يعني انا ناسيه الواقعه دي خالص خالص، فاكره ان هي عارفاها. احنا بنسال حضرتك بالصدفه عن الالتزام، فحضرتك حكيتي بالتحديد الواقعه دي، ده الالتزام. واحنا اساسا وهي قالت الالتزام فريق ساعة صفا مسجل لها النقطه دي بالتحديد. انا استغربت لما شفتها استغربت تطبقت وقالت كلمه جميله قوي مصر. يعني اكن احنا الاثنين قاعدين دلوقتي وبنقول الكلام ده مع بعض. والله كويس. في ناس زي ما هي قالت خاينين، سميرة خاينين بتعملوا لهم يعني خير زي ما قال بريخت، زراع تمد إلى الجائعين تعض وتنهش من فورها. وعلى العموم ده كان المعنى، لكن الصياغة بتاعت صلاح جاهين. الله. ففعلا زراع تمد إلى الجائعين، مش جائعين جوع بطن. أيوة. يعني جائعين فن، جائعين إخراج، جائعين تأليف، الجوع أي جوع، تعض وتنهش من فورها. بعد سنين لما أنت بتعملي برضو الحلو تكسفي اللي قصادك أنك استمرار، يعني إيه؟ اتقي شر من أحسنت إليه بمزيد من الإحسان. بعدين بيتكسف على دمه ويعمل عملية تطهير لنفسه. ودي حصلت لي مع مخرج إن هو اتضرب في نفسه الألمين واتنمرض. وأنا رصد ده وما عتبتوش، ما قلتلوش أنا اللي اديتك الفرصة وأنا 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 وأنا، ووصلني كل حاجة. إلى أن يوم عرف إن أنا وصلني ده وإن أنا ما عتبتوش. فجي قال لي أنت كان لازم يعني ما تمديش إيدك وتسلمي عليا. انت ما عرفش. قلت له ليه؟ انت راجل مخرج شاطر، فانا اخدت منك الحته اللي انا عايزاها. اما علاقه انسانيه انا مش هرتبط بيك ولا حناسبك ولا اي حاجه. رايي فيك الانساني صفر، لكن رايي فيك كفنان حاجه تانية. قال لي ما حدش بيفكر كده. قلت له علشان كده انا بفكر كده، عشان كده سميح ايوب. ساعد صفا. اشكرك كثيرا لتلبيه رغبتنا
في مشاهدة الحلقات الماضية من ساعة سفر شكرا، حيث أننا لم نتمكن هنا في أمريكا من مشاهدة معظم حلقات البرنامج. ويسعدني أن أرحب بالنجمة الكبيرة سميحة أيوب، وبودي أن أسأل، أنا بخاف من العربي قدام مدام سميحة، معلش معلش، وبودي أن أسأل هل حقا غضب منها سعد وهبة غضبا شديدا حينما أرادت في بداية تعرفها أن تتدخل في أعماله وتبدي ملاحظاتها عما يكتب؟ لسه بقيت السؤال. وهل كان هناك مشروع لعمل مسرحية بطولة مشتركة بين حضرتك وبين نجمة المسرحية عايدة عبد العزيز؟ ولماذا فشل هذا المشروع؟ لسه. وهل حقا رشحت من قبل سعد الدين وهبة لعمل بعض مسرحياته لولا اعتراض حضرتك على هذا الترشيح ناجي عبد الرحيم أمريكا؟ أو جميل يا أستاذ ناجي. أولا الشق الأول، الشق الأول، السؤال الأول، السؤال الأول، السؤال قولي علشان أقوله بالتدريج. حاضر. بتاع هل الأستاذ سعد وهبة كان غضب من حضرتك؟ صح. لأن أول ما تجوزنا كان في أول عشر أيام بس أول عشر أيام، فبيديني نص كبري الناموس وقال لي اقري. فأنا قريت ولقيته موقف خضرة اللي هي دوري أنا، موقفة كده على المسرح يجي تلت ساعة ما بتنطقش ولا تتكلم كويس. فأنا قلت له الله أنت موقفها ليه؟ طب ما تدخلها جوه بدل ما تقف كده وهي ساكتة. قال لي كده، قلت له راح ماسك النسخة ورميها من الشباك، كنا ساكنين في سابع دور بالشباك وهي بخط إيده لسه هيبيض، رميها من الشباك وقعد. أنا رحت قاعدة وقمت من سكات، عملت فنجالين قهوة وقلت له تعالى بقى نشرب الفنجالين دول ونتكلم. قلت له أنا مش هقرأ أي حاجة ليك إلا على ترابيزة البروفات كممثلة تابعة لهذا المسرح عشان حياتنا تستقيم، لأن إذا كنا هنختلف على الشغل في البيت لا، البيت ده بتاع حياة أخرى. صح. ومن يومها بعدها بقى يحط لي الروايات كده علشان أقراها وهو برا، كنت أبدا بيني وبين نفسي ما أقراش، وبعدين أروح على ترابيزة البروفات أقرأ، وهو كان بيحب يقرا لنا، وهو كان جذاب جدا في القراية، فكنت أضحك، فاللي قاعدين ما يصدقوش ان انا بسمع لاول مره. معقول ما قريتش قبل كده؟ طبعا ففعلا ده اللي حصل. ومن يومها لا تتدخلي، ما اتدخلش ولا اقرا الا مع الناس، الا بعد لما تكون حاجه مش بتاعه المسرح انا اقراها طبعا. طب ما دام سميحه كنت اثناء ما تنفذي له عمل يبقى لك راي طبعا كممثله بقى. لا كممثله تقولي بره البيت؟ بره البيت، مش جوه. لا ما اقولوش جوه البيت، عشان على الترابيزه زيك، علشان زي الحياة تستقيم. زيك زي زي أي نفر فنانة. أي نفر قاعد، أنا برا فنانة في المسرح، هنا في البيت أنا الزوجة اللي ليا كل الحقوق بتاعتي. والله ما نلخبطش الورق. والله كلام نستفيد منه كلنا. استفيدي والله صحيح. استفيدي يا رب. التاني التاني بتاع هناك كان في مشروع إن حضرتك أن أنا أشتغل مع عايدة عبد العزيز. لا ما حصلش، ما حصلش، ما حصلش. هو الحكاية ان انا اعترضت يا سعد وهبة، هو اللي قال لها، انا اللي قلت لها هيكون في مين بيني وبين سعد وهبة لما انا اعترض او هو يعترض. وانتي قفلتيها من اول ما بتقريش المسرحيات. ما حصلش.